ترأس رئيس الحكومة عايز أخنوش بالرباط الاجتماع 12 للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. تم خلاله الوقوف على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر بعدما تم استكمال عملية تقديم هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم. كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. كان اجتماع جد مهم، تم يعني التطرق لواحد العدد ديال المواضيع اللي كتهم المناطق اللي قاسها الزلزال من الحوز وتاودانت والمناطق الاخرى، وشفنا البرامج وممكن نقولوا بان الحمد لله البرامج يعني زايده لقدام، وكنتمناو انه السكان اللي يعني خداو الدعم ديالهم للسكنه انهم يزيدوا يسرعوا يعني في البني ديالهم. وبامر من صاحب جلاله الله ينصرو غادي تزاد واحد، غادي نديروا هذاك الدعم اللي كان كيتعطى ديال 2500 ديال الدرهم غادي تزاد بخمس شهور اخرى ان شاء الله، باش تعطي الناس الامكانيات انهم يكملوا المنازل ديالهم في احسن الظروف. النقطة الثانية اللي اجتماع الثاني اللي تكلمنا اللي ناقشنا فيه الإشكالية ديال الفيضانات والأمر المولوي باش تخصص واحد الدعم ديال 2 مليار و500 مليون ديال الدرهم، وبأن البرامج غادي تجي يعني من الميدان من عند لي زوتوريتي وعند الإخوان اللي هما في الميدان، وغادي يمشيوا لواحد الصندوق اللي هو الصندوق ديال الكوارث الطبيعية، وغادي يعاودوا يرجعوا باش يتفاعلوا يعني في الميدان ويتفاعلوا في الميدان. كذلك أنه بأمرين سامي ديال صاحب جلالة الله ينصرو غادي تعطى إمكانيات الناس اللي عندهم إما الهدم ديال المنازل ديالهم كليا غادي تعطاهم 140 ألف درهم، والناس اللي عندهم يعني إصلاحات اللي خصها تكون ما كاينش الهدم هو جزئي غادي تعطاهم تقريبا 81 ألف درهم باش يمكن يتعاونوا في واحد العدد ديال المنازل اللي هي يعني محسوبة الآن ومعروفة وكاينة عند يعني المسؤولين لا على المستوى الترابي ولا على المستوى الوطني. إذا كلها مشاريع باش يكون واحد الدعم بالنسبة للمواطنين والعناية الكبيرة ديال سيدنا الله ينصرو لهذه المناطق اللي هي متضررة.